مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. يوم الأحد انخفاض على درجات الحرارة، الاثنين ترتفع، لكن يومي الأحد والاثنين أجواء صيفية عادية في النهار، لطيفة في الليل، واعتبارا من الثلاثاء ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة بإذن الله. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نبدأ بالأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد. يوم الأحد انخفاض على درجات الحرارة، تنشط الرياح وتكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية الجنوبية والشرقية من المملكة، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والأجواء صيفية عادية في النهار، صيفية لطيفة ليلا. المناطق الشمالية العظمى المتوقعة 30 والصغرى 24، المرتفعات الوسطى 28-21، المرتفعات الجنوبية 28-12، الأغوار البحر الميت 40-27، أجواء حارة، وأجواء حارة في الخليج العقبة 41-26 درجة مئوية، والأجواء مغبرة في المناطق الجنوبية الشرقية 31-21، والبادية الشرقية أجواء حارة ومغبرة 38-21 درجة مئوية. يوم الاثنين ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لكن تبقى الأجواء ضمن الأجواء الصيفية العادية في النهار، صيفية لطيفة ليلا، ولكنها حارة في الأغوار والعقبة ومنطقة البادية الشرقية، وأيضا تبقى الرياح نشطة وتبقى مثيرة الغبار والأتربة خاصة في المناطق الصحراوية. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 33 والصغرى 23، المرتفعات الوسطى 30-23، والمرتفعات الجنوبية 29-20، الأغوار البحر الميت 40-28، وخليج العقبة أيضا أجواء حارة 41-28، والبادية الجنوبية الشرقية 34-23، والبادية الشرقية 38-25 درجة مئوي مع أجواء حارة. يوم الثلاثاء ارتفاع واضح على درجات الحرارة، أجواء تقريبا ما بين صيفية عادية إلى حارة نسبيا، تصبح درجات الحرارة أعلى من معدلاتها ما بين 1-3 درجات مئوية. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 36 والصغرى 24، المرتفعات الوسطى 33-24، والمرتفعات الجنوبية 31-21، والأغوار البحر الميت 42-43 العظمى، والصغرى بحدود 30، وخليج العقبة أجواء حارة 43-29، وحارة أيضا نسبيا إلى حارة في المنطقة الجنوبية الشرقية 37-24، وأجواء حارة في البادية الشرقية 40-25 درجة مئوية. يوم الأربعاء مزيد من الارتفاع على درجات الحرارة، أجواء حارة في معظم مناطق، حارة نسبيا إلى حارة في معظم مناطق المملكة. المناطق الشمالية العظمى المتوقعة 36 والصغرى 24، المرتفعات الوسطى 34-35 العظمى، والصغرى بحدود 23، المرتفعات الجنوبية 33-21، والأغوار البحر الميت 43-30، وأجواء حارة، وأيضا أجواء حارة في العقبة 44-28، وحارة في البادية الجنوبية الشرقية 38-24، وحارة ومغبرة في البادية الشرقية 42-24 درجة مئوية. يوم الخميس استمرار الأجواء الحارة، استمرار درجات الحرارة أعلى من معدلاتها. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 35 والصغرى 24، المرتفعات الوسطى 33-24، والمرتفعات الجنوبية 32-21، والأغوار البحر الميت 43-31، وأجواء حارة، وأجواء حارة أيضا في العقبة 44-28، حارة نسبيا في المنطقة الجنوبية الشرقية 37-34
24 وحارة في البادية الشرقية 42 إلى 25 درجة مئوية. يوم الجمعة أيضا استمرار الأجواء الحارة مع حصول انخفاض قليل على درجات الحرارة، يعني تنخفض تقريبا درجة إلى درجتين، لكن تبقى الأجواء حارة نسبيا إلى حارة، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها على الأقل ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 35 والصغرى 24، المرتفعات الوسطى 33 إلى 34، والمرتفعات الجنوبية 31-21، والأغوار البحر الميت 42-43 العظمى، والصغرى بحدود 30، أجواء حارة، وأجواء حارة في العقبة 43-28، أجواء حارة نسبيا في البادية الجنوبية الشرقية 35-24، وأجواء حارة في المنطقة الشرقية 40 إلى 27 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع